بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. الثلاثي المجرد، وللثلاثي المجرد ثلاثة أبنية. وشليل الماضي الثلاثي المجرد ثلاثة أبنية. بو ما ذي ثلاثي مجرد سيدا نبيناها الأول فعلة. كديار اللي بشع وأخواس كا تقريبا سي حالتي فاعل فعل شوار حالتي عين فعل سي شوار دوان زبينا يببواهي. ورام لبروي كا معمولا اعتنا بحركة آخر ناتري وأول يجل ما زيها من شبه مفتوح دا عن ري شاكا، وقد قد ناتو عن عين الفعل الساكن كي لبروي كلكاتي الحاق ضمير الرفع المتحركة التقاء ساكن الروادة مجبور عين الفعل بس هي حالة ما نبود هنا وفاء الفعل كيجيك حالة توبة جيجي سير زر بدر شوال يغزر بدر سيد هيا فزبة السيد عنك. الأول فعل فعل ومضارعها على ما على ما يجيء بنا برأويك لو بدواده إما يفعلوا بضم العين أو يفعلوا بكسرها جائسة كيف خلتي متعديا كان أو لازما. يعني مثلا فعل ممكن لازم به وممكن متعدي به. شو لازم به شو متعدي به هل كان كان به معمولا مضارع كش يا مضموم العين يا مكسور العين. بس إذا كان بو مكسور العين كي أجر بو مضموم العين كي قال لازم يكون خرج يخرج متعدي كي يكون نصر ينصره. مثلا بو مكسور العين جلس يجلس بو لازم كي ضرب يضرب بو متعديك. والثاني فعيلة دوما كمان فعيلة يفعلو شي هي يا ولد ويا باسيليك. والثاني فعيلة ومضارعه إما يفعلو بفتح العين أو يفعلو بكسرها متعديا أمش كان أو لازما. فعيلة برحم مضارعك يا يفعلو بفتح العين هو علم يعلم يا يفعلو بكسرك وكو حسب يحسب. أمي جكري متعدي به يان لازم به مثلا متعدي هلكو علم يعلم ولازمكو مثلا فرح يفرحو بازم حسب يحسبو أو أبو لازم نعيم ينعمو مثلا نعيم ينعمو كابش مهاتو أو أجبو لازم أنا أو أم جالا حسب يحسبو بو متعدية شو نحن دو مفهولي شكري أم جالا نعيم ينعمو أجبو لازم أكيتي. والثالث فعوله وليه مضارعه يفعلو بضم العين فقدين هريق مضارعيها وهو لازم كله أم بابائت المتعدين يهمي هر لازمها. فالأول أول كان يعني فعلي متعدي وهو قتله يقتله وضربه يضربه يعني فعله كبو متعدي كي بلاوة قتله يقتله وضربه يضربه ويكوى مازي كي مضارع كي مضموم العين بي قتله يقتله متعدي بي ضربه يضربه وهما متعديان. وهروها وقعد يقعد وجلس يجلس وهما لازمان يدوان دايم ولا يعتد بنحي ذهب يذهب. يعني كان ممكن كسك بيجي باب أخوة ونوع تري فيها يعني مازي مفتوح العين ومضارعي مفتوح العين أو لازم متعدية مثلا منع يمنع متعدية كيتي ذهب يذهب وبرين بو لازم كياتي على اعتداد بمعنى دي ذهب يذهبوني كمفتوح العين في الماضي والمضارعي كها لماضي ولمضارع مفتوح العين لأنه فرع على يفعل أو يفعل. شنك أو يفعل يا فرع يفعل يا فرع يفعل مثلا لا صلابين ذهب يذهبو لبر مناسبة حرف حلقة كذو يسمان با يذهبو يا يعني أصلا يذهبوه به لبر مناسبية حرف حلقك كذويت من بيفعله. بله وإنما صير إليه لمكان حرف الحلق وبويا مثلا أو يا وإنما صير إليه
نوكو مثلا انتقال درياب ولا او بابين ولا يذهب وك لبرشي يعني مثلا شي انتقال دريا يفعل وك يا يفعل وك بو شي مثلا بولا او تصير كريارة يعني بولا او سو برياو انتقال دراوة لمكان حرف الحرف اللي برجع يقع حرف علقك. والثاني دومك كفعلك بو وكو شريبه يشربه بو متعدية كي وميقه يميقه بازم هاد متعدية وميق يميق يعني بويك هادو كان مقصور العين بن وهما متعديان وفرح يفرح ووثيق يثيق وهما لازمان يلثير وثيقان متماني فكر. والثالث نحو كرم يكرمه أما ثلاثي مجرد وللمزيد فيه من الثلاثي 25 بناء يعني لبو مزيد يعني ثلاثي مزيد فيه بسوبنج بنائها هوني لسر في ساديشا دبابي مشهور يعني بانز بابي غير مشهور باسكا خمسة بناء بعضه ملحق بدحرجة بعضها ملحق بدحرج الرباعي شاكا بدحرج الرباعي غير المزيد فيه بعض كان ملحق بدحرجة أو دحرجي رباعي كمزيد فيه نية وهي فعللا وفوعلا وفيعلا وفعولا وفعنلا وفعلا يعني معمولا دبو تقريبا نوب وهاتن شن او حروف الحاق يعني كبزوري اضافه كرين هرشن ديارة هي تريشن بران انك بزوري اضافه كرين او ايك بو الحاق حرف الحاقي كزياده كرين معمولا لاول ودانا نري والى اخر شنو يمان بلا اخره معنا يا لدواي فاعل فعل ودانري يا لدواي عين الفعل ودانري يا لدواي لام الفعل ودانري متوجبين الريك جاري واشياء الاول شو دانري بران كما خب اقل لدواي عين الفعل داينين اما واو من هيا لي ودانين بر يمن هيا مثل واو وكو حوق له ويمن هذا فاعل فعل يمن هي وكو بيقرة شاكا لدواء عين الفعل شو بازم هو ويمانات واني ببي وكو وكو فعيل وكو شريفة مجال لدواء واوي لدواء عين الفعل وكو رهوك باشا انجال لآخر شو يما ألف من هي جاري ألف من هي أو هي من هي لا أصلا لآخر إذا فاكره كاتبت فمثلا سلق سلقيا وليا متحرمة خلطك إذا أبيت سلقة شاكا كاتب إما يمن هي يا لهس جيكا إذا فاكري يعني لدواي فاعل فعل لدواي عن الفعل ولا ما فعل واو من هي لدو جيكا إذا فاكري أما خلي لها بحج مثال دي دواي أوا نونش من هي تكري لها ما فعلش من هي أبو جلبابة وتاني حربي شامل لا مثلا أو تكلم أما خوي شش بينا ليرة جاور شو شيء هنا أما جاوا أما نون إيش معنى نون إذا فأكل دواء فعفله مثلا أكو مندلة لدواء عين الفعل أكو قلنسة أو دواني هي إيش الأو بس اللي بعد الكتابة كان داني دواني هنا وشي على ماني هنا بالحال قشت يعني دعنا قال يعني شش دعني بلان بتيكل تيكلية قال بيان خيط وسريان وقت يقول مين مش معنى مين لأول إذا فاكري وبس السكنة مسكنة ركزة مركزة مثلا حالبي أو أنا إخواس بو قلالة نو يبوايا بلا معمولا لأنه دانك شش داني ذكرك بويا كان يغضي أو أنا وجا أريوكو الشمل لا وبو أوي كتير لا ما الفعل ببيتها الشمل لك يواجن إذا أسرع زمانك ببلا بروان وهذا بتكرير اللام يوم بس كان لام الفعل هو حوقلة شيخ كي يجمع حوقلة شيخ ولا إذا كبيرة يعني زمانك أقفير ببي أخر كبيرة من هي وكبورة من هي كبورة يعني قورية ولا كبيرة يعني فيها هل أمنا قورية كيف فقط أمنا فيها وهذا بزيادة الواوي أما واو زيادة كريان لدو يفعل فعله
وبيترى من هي بيترى لشيء من بترى إذا شق لبترى دي زبانك أجر اشتكى اشتق لتك مثلا ومنه البيتار وهل لو بيترى والأجرية بيتار بيتار كسيك مثلا لنخوشي ولا خزاني نخوشي كرو أسبوشتي و يعني دكتوري يقسم يقسم مثلا كرو يسرو أو أنا يقسم من حالي يعني دو ده دارة دو سمنين يقسم يعني هي ضاري أو إيش نوعية وهذا بزيارة الله يا مج يزيا كلامنا لذا يفعل فعله وجهور في كلامه بمعنى جهر يعني أوش معنى حالي كواو إذا فكرة وبرم وكا لذا عن فعله يا بمعنى جهر وقلنسش معنى قلنس قلنسة إذا ألبسه القلنسوة زمانك أقربي كمثلا قلنست زيدا يعني قلنسوام كردساري وقت يجن قلنس زيد مثلا عمرا إذا ألبسه القلنسوة وقت قلنسوة كردساري ككوا عليك داي بخونا وهذا بزيادة نون وقلسا قلساتنا مثلا شريفين هاوردا لمتن لمتن عني هاوردا لشركائي يعني حاربين كبل فنجح والرعب وعي ابن حسابش بونونا كبكين أم جنوني ليجي قدام هنا فقد دواي بعضهم عين الفعل هنا تيتر بيش عين الفعل وكوب من دلاء وين هنا ميمي أصلا هنا متواجبين فخلساش معنى خلسا خلساتا بمعناه يعني هل أو معنى قلنسويا أقري ولي وهذا بزيادة الألف أو بتبقى زيادة يا بلان يفيد وهي قلب وبا ألف والخامس من هذه الأبنية أعني فعنلا لم يريده صاحب المفتاح وتصاحب المفتاح يوارد نكردو ولي وأورد بدله فعيلا بجيء فعيلي هنا ومثل شريف شريف الزرع كي على برأي شريف الزرع ولا إذا قطع شريافه زمانه كشرياف كي ببردري او شرياف شيجا الله والشرياف ورق الزرع اذا طال شرياف عبارة لقلاي زرعك لقلاي او هنا لا قلاي او زرعة يعني او مثلا قلمودة غوشتة اذا طال زمانه كأقدريش ببيته في او شرياف دي بيخوانه وكثورة حتى وكثورة اذا طال وكثورة لما ندرج به مثلا زور به حتى يخاف فساده تاوغ مثلا تشي يقول لك لبين بشي فاسد به او اختفى يقطع قطع كري امراه دعي او يا زلمه فيقطع دعي او شنك تلتني شيء لو يكون ممكن فاسد ولا بين شيء امانه قطع كري واختي قطعي هات لي خلاص او فاتلي ردا اويك هناي ام شش داني زيك الكردوه مثلا الشمل ليها وردوة حوقلا بيترا أمسيح نوايا جهورا أمشوار قلسا أمبهنج قلسا أمشش جاوتتي أو صاحبي مفتاح لجيجي مثلا قلسا شريفيها وردوة ساقا شرنفش في شريفش في إضافكين أبي بحو دانا أقر من دلشي في إضافكين أبي بحش دانا اگر مسكنشي في اضافه كان كبير اضافه ولا والله بتنو دانا ولي بقى الحال يمل الى ام لم تنشش داني هنا وبعضها ملحق بتدحرج الرباع تدحرج الرباعي با مزيد الرباعي بعض ذلك شيء ملحق بتدحرجها كمزيد الرباعيه كيا وهي بتنج بن تنج دانا بن تفعل له وتفعل تفعل تفعل وتفعل وتمفعل وتفاعل وتفعل يعني أم في وياك بابي تفاعل وبابي تفعلش هل ملحق المدحرجة يعني أنا جزء من الحق هذا بالحق متدحرجة جاء ديالا أمانك هي ناويتي كي هلوك هي رباعية مجردة كوايك تكلاي لامو بيتها بس أتوقع تكلاي لامو كي بدي شمل لامو كي بشمل لا تيقلع والله في وداني أبيت تشمل له مثلا أم جالا حوق له أبيت تحوق له فاشا وبو واوكي أوين هنا هو
امجارا مثلا ليوارا بيترا بلا بيتك بيترا او اين هنا هو متواجبين بابا تفعل وها او هنا هو وكو شيطانه شيطانه فشيطانه اها امجارا اوش كوا وكا اذا فتلك جهورا مثلا بيجي تجهورا يا ترى هو كا حالبين ليرا يعني ام سيدانك ام شواردانيه اكري استنباط بكري لهل الرباعيه مجردك هي الرباعية مجردة وتمفعلا أعمى شكل يموت من مما نزافها يا بس هو بيجي مسكنة كشيت ما شاكي بور الرباع المجرد أو بكار نهين دعوة مسكنة أنت مسكنة شو معناها ضربت عليهم الذلة والمسكنة ولا فعل كي وكو مسكنة يمسكنو بكار نهين دعوة أما لبابي تفعلل ده تمسكن يتمسكن تمسكن يا تمركز يتمركز تمركز او بكالاتو وتمفعل يعني ام فنجانين اكريل همان رباعي مجرد استنباطي كي بيجي ايما ليوا الرباعيه مجرده كذا مثلا ايما شج مثال من هي شج مثال شج مثال كا يكي كان واوا يكانية لدواي فاعل فعله سيدانية معنى آه وتانية سيدانية معنى هي فقال سيدانية كدانية كاني أم ليراني معنى وعندنا واو معنى أم فنج آه وتانية أو بينجانا لوا استنباد بو مثلا حتى ليكانيش ليكان فقط شن يعني هاودة دانية كاني هاودة مثلا تشريف فشيني هنا حالبي ليكان دانية كي هنا و لو وكان هاد كان هاد دوزان ما بوهد كان هاتوا وسيان أم جالت تكري لعبة فعل من هي أما شوار مين من كان أبو الرباعي مجردا ليردا هل وقبو بيت من واي حساب كين هنا بيتي كاتبه هو أبيت بينج أما أجر تمف علي لقلنا به لعين له الرباعي مجردا كان ليردا دواني النهات وتوه باشا يكان وياك يمن لآخر وبي ويمن لما قبلي آخر عبدي أو بينجا أم بينجا كذا هنا ما تمفعله بإضافة أو ششبون يانزا أم تفعله وتفعل شيء بجزء ملحقات دانوا إذا إما اللي هو مثلا جزء أبواب مشهور حسابي كان بملحق داينانين ولهرها معنا بوانا وابن أبي سبنج بابك كانت إما الأبواب مشهور كغير أزمان مشهور كغير ملحق بن مثلا هشت من بو أمينة الدوائية كباسي ليك وتيجا أو بتأمد ونقصي عن لسلة لسلة ويش كام أنا غير ملحقنين تسمى لعالج غير ملحقنين يعتلاز ابن حاجب أقرم لو عملا وكنت تجلب با وتجورب إذا لبس الجلباب إذا لبس الجلباب والجورب يعني مثلا قال كسب جلباب كاتبري إجن تجلبب بعلا بوش وقت بالجورب كاتبري إجن تجورب وتشيطن يعني تشيطن كاري تقريبا بتفريو شيطانان وترهوك ترهوك كي إجن عرب إذا مشى وقت مثلا بروا برا ولا روشنا كي شون به كأنه يموج في مشيه وكبر موج خال روشنا كي شفول خال خو بعده آه وتاني أو في جنت الره وك وغير وها و تمسكنا وتغافل وتكلم جاء عليه والتاء في أوائل هذه الأبنية ليس للحاق تيل أول أنبينا بو إلحاق نية بو لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة شوك إلحاق لأول كلمة ونابي زور بكمي فقد ميمة بها وكو مسكنة إنها قلت لنا ذا قليلة مسكنة أنا ولا أول كلمة شايد لأول هربو مناسبة للرباعية مجرد كان ينوى شن لبقى كوتا أوله وإذا لسنت يكي لك شوية مشكلي نية بو أول شن لأوله قرارنا عقلي أما المنظور من بأولك أول حروف أصليني أول الكلمة وإنما هي لتحقيق معنى المطاوعة كما في الملحق به وتنهى أو تاء بويا زيال كراوة بوجي بجيكن يعني بجيكن ديني معنى المطاوعة وكشون لما الحق به كا مطاوعة كهي بعض من بالي ويشعب به حالبين كما يني أي شيء هي لتحقيق معنى المطاوعة في الملحق به
في الملحق يا بو منو كمان في إضافة كدوكاتي خوي يعني أما نبي مطاوعة كبيرة معنى مطاوعة لملحق كذا هل وقل ملحق به كذا هي حاضرين أم جاء وتوابوا أم جاء وفي عد البنائين الآخرين يعني تغافل وتكلم من الملحقات يعني لجمارة كذني أو دوانا لبا حساب هناني أو دوانا لملحقات مناقشة لبعضهم بعض المناقشة قالوا وتيانا با وإن الألف لا يكون للحق إلا بدلا من الياء في الطرف أيش وتيانا قد ألف بو إلحاق ناية ما قد بدل لبري يبيو أوجد آخر وأن لا أول وسط اشتواه كما في إسلام قاع كلا آخر واحد يا سلقاع وإذا كان كذلك فأجل زماني أعلم الشوابه لم يكن تغافلا ملحقا بتفعلنا تغافلنا تغافل ملحق بتفعل لبي وكذا تفعل لا يكون ملحقا بتدحرج بو لأن تفعل مطاوع فعل ونيا على غير ملحق بدحرج دي وفعل غير ملحق بدحرج وفعل ملحق بدحرجني يعني مثلا أجل لفزيك هاتبه بو مطاوعات أشياء مثلا مطاوع منه وكشي ملحق بجاه ملحق يعني مثلا يعني أجل تفعل فعل ملحق بوعي وكشون مثلا تجلب بملحق شنك أجلب بملحق حالبي أو عنيك خلمان مثلا كشيطان ملحق شنك شيطان ملحق بس ديار تفع على قلب بملحق وش فعل ملحق وهو ملحقنية لبرشي باش أي بو فعل ملحقنية كاك خوف على جوب دحرج جواب بس فعل فعل دحرج أوش ملحقة قلنا لاختلافهما في المصدر شاك شن اختلاف يعني لقال مثلا اختلاف يعني هي فعل لقال دحرج جواب لمستر لا مستري أنفع للي ومستري أو تفعيله أهو فكذا مطاوعه فذ مطاوع كشك تفعليه ملحق نادي أهو أما تواب كاتب وإيرش بو قلالة كاميناي حودان ملحقي هنا حوت وشش ما تاني أما سيانزة وبعضها ملحق بحرنجما بعضك جب الحق بحرنجما كام حرنجما حرنجما مزيد الرباعي أيضا ايضا امشي المزيد الرباعيه وكو اقعا ساسا اجامل التكرار لا ما فعل لك عادي يعني او نوعي ولا مجرد قاعد تكرار لا ما فعل لك ريه تو بيني نقلك ولا بابي تفعل لال احرن جم وزنه اف عن لا بزياده همزه الوصل والنون والسين الاخيره يعني اوصي انك بس اذا فبوا قع ثبوت قع ساسا جادوا أو قعسس كوك مثلا حرجما أكيد بحرجما شو بد أكيد بإقعسس جاد يارا لشي مشتق إقعسس من قعسة كي يجنع قعسة إذا خرج صدره ودخل ظهره ضد الحدب زماني كأجر سيني درب ريو كشتي شيء بناوة ضد حدب حدب كشواني أمايا يعني حدب إذا دخل صدره وخرج ظهره باشا يعني محدب علي يعني سكيد الفريق فشي شبا شعلا علي ولي قعس ويك السيني شبا شعلا وفشي ذا الفريق وإسلام قاع نوع كتير أنا ويك الآخر ويا ما نزافك دو يكب وبا ألف مجردك يا أم دوانا يعني أو الوائي إزافة كلابية تكرى إلا ما فعل كلابية توا نقرأ كري ولا بابي إحران جمع فعلا أويك تكرار إلا ما فعل كأكرا نقرأ كري ولا هردو بابك باشا يعني لهردو بابك أبتا أتواني ملحق به أوشك لآخر كي ويبي ودي لك الطبيعية يكابي بألف نقرأ ببي مثلا ولا بابي أوا ولا بابي إحران جمع اما تایر به پانزه دانه باب باشه خب لپانزه ده باب من ما ولوان هشت باب یعن مشهوره دو باب یعنی غیر مشهور که یکی یعن اجلوزه یکی یعنی عشو شبه که ملحق نیده وان
جاء كي على الإسلام إذا نام على قفاه بشتاب خبي وزنه إفعل لا بزيادة همزة الوصل والنون بويك همزة كي وصل ما نزافة كدو لقلوني فجاء ديارة والألف والألف الفقه جزافة فجميع الأبنية الفقهين لآخره أو الحقيقة حاصل بوه جاء ديارة ليرة أوقذ عن قوة وزنكاني أويك تكراري لا مفعل بما تقدم تعيده عن يداوته مثلا بلام تعبير جدا بلام على ويتك لا إله إلا فعل همو زيادة إلحاقية كان قشتي هرب اللفظي خوي تعبير جدا زيادة مساحة وقلق وتنار بالوزن فعل له يجيب الوزن فوق عليه حارضي وبالخلاف لا تكراري لا إله إلا فعل إن لا مثلا مثلا في إسلام قا وتنا يجي إسلام قا يفعل للي وكل إحران جما يجي يفعل للي يجي إسلام قا يفعل لاية حاضري يقلع ميجي لا ما قدري ك حرف الحاق يك يزايد بوا بنبزي خوي تعبير لي ديتو أما هو بعد فجميع الأبنية الملحقة إذا خمسة عشر على رأينا إن لس الرأي خوة الرأي بن حاجب بنا غلا ملحقة أو نبعن ضدعنا باشا جال لي إلا سلف هذا تقسيم بني كردوا هل فانزا وزني ابنهني غير مشهوري هاوردوه لا غير مشهوره كان سيانزي الحاقيه دواني غير الحاقيه كاحراكينا يعشوشرو اجل وزي وانا الحاقيني او فانزا بلان غير ده هاتوا لدودانا مشهوره لددانا مشهوره كانش دواني بالحاقي دانا حاربي الكاتب وقرارا مشهوره كان دبا هر دبا بكن والله في أوي النظري أم دواني الملحقة هشتي الملحقني أما لبي هشتي الملحقني لبيك بفي جماري أبي منتهى أو دودانك غير مشهور لبناي ملحقة كان دان ريالة بأبوابي غير مشهور حسن كريالة حالبي كاتلوي بسمنجة كمان هي ومعنى الإلحاقي والغرض منه قد تقدم معنى إلحاق وغرز الإلحاق لوبر جزلا وباس ماكروا فيكون مصادر هذه الملحقات وما يتفرع على مصادرها من التصاريف كمصادر ما ألحقت به وما يتفرع عليها من غير تفاوت فس مصادر أم الملحقات وأويك متفرع لس المصادر كان يعني بين التصاريف ما عزي مزارع أوانا وما ألحق كمصادر ما ألحق به باشر مصدر كان وق مصادر أوانا وانك أمانيان في ملحق وكريالة وهل وهم ما يتفرع على مصادر الملحقات باشر وكما يتفرع على مصادر ما ألحق به واه باشر حبيبي لعبارتك باشر أعلني عليه فيكون مصادر هذه الملحقات وما يتفرع على مصادرها من التصاريف كمصادر ما ألحقت به يعني وق مصادر ملحق به كوان أو شيء وق مصادر ملحق به يعني مصادر كوان ووعية دي أمجال وما يتفرع على مصادر ملحقات دي وق ما يتفرع على مصادر ما ألحقت به وق مصادر ملحق وعية وق ما يتفرع على مصادر الملحق بلد. يعني مثلا مصدر كان وق مصادر ملحق بهوايه ما يتفرع لس المصادر يعني متفرع لس المصدر كان وق متفرع لس المصادر ملحق واه ملحق بهوايه او حالبي مثلا كان شملل خوي وق دحرج وايه شملل كان وق دحرجة وايه ليش شملل ما زيش يشملل ملارعي جوك دحرج يدحرج وايتر حربي مجبارتك أسانة واني بغي أما بوشيت بو أوكا بو أبي وابي أحجاب من غير تفاوت ببي تفاوت تحقيقا للغرض للبغي للغرض من الإلحاق بو أوي أو غرزيك الإلحاق ما نبيتدي بو هنا ندي أوي وما سوى هذه الأبنية من مزيد الثلاثيين وما سواي أم بنا يعني لمزلسي فإنه غير ملحق أويت غير ملحقة وذلك عشرة أبنيتي
هذا بين كهشتي المشهورة ودواني غير مشهورة. كرج أفعل يا باب إفعال وفعل باب تفعيل فعل باب مفعل أمانة يك حرفيا بحرف أصلي كان إذا فكر يابا وإن فعل وإفتعل أو دوانا وهر وهر كوين إفعل كلا آخر بعد ما سيرت لي هنا بعض أوسيانا أوسيانيشا هنا وأنا دو حرفين جاء دو حاجة كان بينجن ولي أم أواني وابت يشروع وتفاعل وتفاعل كردي بملحق حرفات أوانا مينته إن فعلوا إفتعلوا إستفعلوا إفعال وأنا شو حرفين في إذا فاكره هل وها إفعل أم جاء إفعوا علوا إفعوا لا وكو يعشوا شبو اجلوا أواني شو كشي خوي مثلا وكو أخرج وجرب وقاتل وانطلق واقتدر واستخرج وشهاب الفرس داي وشهاب الفرس وشهاب الفرس وشهب وشهب أيضا يعني إحمار وإحمر وإشهاب الفرس ماني إشهب وش ماني كي جعل إشهاب يا إشهب إذا غلب بياضه على سواده زمانك أجر مثلا رشو سبيكي قوي ولا سبيكي زور تربية للرشيقي إغدو دانا وكو يعشو شبا وغدو دانا الشعرو أواجي يجن عرب شعر يعني مو كي إذا طال زمانك أجر مو وكد ريشبه وتم يعني بقابة تواوتي خوي وعلو وطا دعيره علو وطوك إجلوز كي علو وطا يجن علو وطا بعيره إذا تعلق بعنقه زمانك أجر باوش تاب مليا وعلاه وسواري ببي يعني مثلا لا مليا وبيع القرر سواري ببي أي باش بو شي مثلا أقل قلالا باسي إلحاق ما كدو أنا بو أخرج وجرب ملحق نار بمتى بدحرجه خو أخرج الأرواب تاوك دحرجه وعيا وكو باس ما كدو فعليش هالوجوري يعني أو جرب باعواني ملحق بوايات عليه وإنما لم يكن مثل أخرج وجرب ملحقا بدحرجة وإن كان متوازنين هاتن هاوزن يكيشن لاختلاف مصادرهما كن اختلاف مستركان ينهي على باش أخو جرب بغي أو هيتي بلان أخو أخرج نيتي سأخرج إخراج دي أمجار لولا شتو دحرج دحرجة ودحراج دحراج وإخراج بيجي الواحي حرام أمش علينا ولا اعتداد بمجيء دحرج في مصدر دحرج عليه حساب يقبو دحرج لمصدر دحرج ناكري وكو إخراج في مصدر أخرجه وشي لعدم اضطراد فعلال في مصدر فعلال شن كلا بلوه كفعلال لمصدر فعلال الرباعية مضطردنية واضطراد إفعال بلان إفعال مضطردة لمصدر أفعلها ديتو شون تعني مثلا غير مضطرد وغير مضطرد حساب قناديه على أن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة أما شر وش كإلحاق لأول كلمة شو نادي ولا يذهبن بك الوهم إلى أن نحو استخرج يجب أن يكون ملحقا بإحرنجمة ممكن فسيد قول بابا جاء أخو وأبو قرر أكري استخرج ملحق بإحرنجمة به كل مثلا زيادة كاني الآن مثلا استخرج إحرن جمع يعني حركات سكوني كشوق يقوايا أظن بلا ما بين قلها وجدا وهم وادي نكا ندباب ولا يأوي كبيرجي استخرج ملحق بإحرن جمعيا لتوازنه ما شنك ها وزن حركة سكوني يعني جكا وتوازنه مصدره ما مصدره كان شان أرى توازنيان هيا وسائر تصاريفي ما سائر تصاريف شان وايا أبو ونو وهم والينك قبل الملحق به لأن إحران جمع مزيد فيه شن إحران جمع مزيد فيه وكل ثلاثي يلحق بمزيد الرباعي ينبغي أن يكون فيه من الزيادة مثل ما في الملحق به شاكر علشان إحران جمع خوي مزيد فيه مزيد فيه الرباعية دو زيادة يتيعي ديخو هر ثلاثية كملحق به بمزيد الرباعية وبيويست أبي لو دال زيادة ما نندي أو بيك لملحق به آية مثلا تولى إحران جمع دا أو كزيادة همزكية لقلو نكدا درسة سلا استخرجها همزكة هي بازم لعبونو نكد بوعي شو يوانيت حالبين وفي مشكلة مدرين هو أو بابي هنا
باب افعال فعلا نا اخر او قوم الحق بمزيد فيه ونيه او باب ملحق هي بمزيد ويا نعم الحق بمزيد ومثلا ام الحق برباعي مجرد عقد سردن بيجي ملحق اقد يجي ملحقا ملحق بمجرد ويا اخو اتلا هناك هم ذكي لو وزيادتك يعني تعمل زيادتك كذا ولا او فرقك بلى او اختام وكل ثلاثين يلحق بمزيد الرباعي ينبغي ان يكون فيه من الزياده مثل ما في الملحق به ما ندي ويكلم الملحق به هي وفي مقابلتها عشان مقابل شابه مثلا سيح رن اح رن من مكان ما تبيش ورعي باشا أبي ها إحرام جمع لا باشا لما تبيش ورعي فردنا شيء سوء مش ده حرف يعني أو حرف شوارع ما ليه استخرجه اها إيش مثلا إما استخرجه أو أنا أجر مثلا ما هنا هات جي خيكة اها ده كت مقابلي أصلي أو كاته زنوني شيء يعني تازه ثم أخبار حال أو نونيت يعني فنون الثانية كذا برامبري زيادة ملحق به كذا فرنا كذا فيجب أن يكون في استخراج نون زائدة نشال يوشا نون يوشا زائدة مكان نون إحرن جمال لجي نون إحرن جمال وليس كذلك خوانية كاتا مسترنية لا هو ولا مستر نا خوي وانا مسترنكش متواجب واستكانش من هي استكان يجن إذا خضع شاكا او استكان يش كادر ظاهرا ما شايكي معمولا اجازبه اقل لسكن به نقلك ولا يبابي افتعال بيت استكن بس نبي استكان بوايه كواتلي وا اشباع دراوه يعني اشباع حركي عين الفعل كدراوه بوت استكان ولي اقل لك ونبي نبي كي نبي اخر كونش وكي نشا يا عربي استكوانا واستكيانا بل حضوية قواعدية أنا قلت استكانا لباب استفعال أوكات أولي بداين توزيح يدا بداين لكاميانا أولي واستكانا إذا خضع زمانك أذر خيبة كان بقرية قيل إنه افتعل من السكون قيل قال ما الوزن افتعل ولا سكون ومشتقبوه أقوابه فالمدو شاذ مدكي شاذ وديري إما مدي شاذ ما نهيه كما قال ابن هرما يرث ابنه وكو ابن هرما كشيوان بوقرك خويك وتيتي فأنت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجال بمنتزاح تو أي كركم لا غوائل يعني لا مشكلات يعني ما هذه غوائل يعني قصي خراب أو جوا يا غوائل يعني مشكلات يا كوقتي او انا ترمى فرد ادريان برو انسان حالبي اشكري اللي انا غوائل بمعنى قصي فروفوش وقصي ناحق بختانو او جورتان بختانو شتي وحالبي الو انا وقت كفرد ادريان برو انسان تولو انا وهروها لزمي فياوان بس اقر فياوان بين زمت كانوا امانه لهردو امانه منتزاحي يعني بعيد يعني دوري دور خراوي تولو انا تكسجنيك او أو أيبان لسربي إيسي يريد بمنتزحين إلى ذكرية بو لأنهم يقولون أنت بمنتزح من كذا أي ببعيد منه مثلا تو منتزح إلى فرنسا يعني دوري لي أي دي باشا أقر منتزح أو الفتشكاري إلا أنه أشبع شاعرة فتحة الزائي فتيزاقك يا شاعر فتولدت الألف ألف فيابوها باشا كواتا أوليوا أقل بابي افتعال بيد يارا مدكي إزافية فأنت من أما بيتشي مفاعلة غوائل حي مفاعلة نترمى فعول يعني بحري وافري معصوب مقطوفة ومن ذم مر ومن لراعة معصوب يعني المسرعي ولا معصوب يعني ومن ذم مر ومن ذم مر مفاعيل أما معصوبة رجالي بمن مفاعلة تزاح فعول بحري وافري
معصوب مخطوفة، لأنهم يقولون أنت بمنتزع الوراء أم جعله وقيل لنا وراء استفعل من كان، هو استفعله ولا كان وهاتوا كأنه بخضوعه تغير من كون إلى كون. أخريك لمعاني باب استفعال تحوله، يعني كان ما بو خضوعي كهيتي قران كاري بس الهاتوا لحالك وبرو حالك يتروي وكو استحالة كاستحالة يعني حالي قوريا كي أظن استحالة إذا تغير من حال إلى حال وخي لحالك وبرو حالك قوريا يعني أوش استكان لكونك وبرو كون الرؤية. فالمدو قياسي أو كاتا لأنه مثله في استجابة واستقامة يعني أجوفة يقول لا أجوفة مديها وقوانا وعي وإليه ميل أبي علي الفارسي شاكا وقولي أوى ميلي أبو علي فارسي، يعني أبو علي فارسي نزلي أبو شيوية حربي كأمان لبابي استفعال بآخر لقرآن همان ما استكانوا وما وهنوا شيء ما استكانوا وما وهنوا وما ضعفوا أوى لما ضعفوا وما استكانوا تيادي هذا كينا هو جاء ويا ليوا معمولا بعض كشفيان ويا لكين ودي كين عبارته لما يقدارك بيست كلكاتي ختني أفرت عبر شاكا يعني كيتر أو معمولا أو فريزة ليلي وداماوية يعني أقر إنسان لبرابري جوج من أدس بنت سادس يكو خلاص الكلام لبرابري ترسو لرزو أمانا نشان با وقعوه اليدي الله أواني تشوى أعوان نكردو أعواز دليليان لأخوان نشان ندا دي أم جارم هربو الزعفة كجبه ويش الخضوع تيا يعني لبرابر جوج من أخوان دليل نكر واتل حال عزته برو حال ذلد لكون عزته كوني على عزت بلو كوني على ذلت نبوة رحمة ايتام جديد سلوائي مغالب باب يسين لها موفق ان شاء الله.